حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده ولقاء جديد من برنامج عين على جامعه. طبعا مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في برنامجنا على انه نتواجد داخل جامعه الموصل لنرصد لكم اخر الاخبار والمستجدات داخل الحرم الجامعي. اهلا بكم. اهلا بك، بالبدايه نتعرف حضرتك وقسمنا تدرسين به حاليا. سراج علي نجف، كليه تربيه بنات، مرحله ثالثه، قسم علوم حياه. اهلا وسهلا بك. بالبدايه تكلمي لنا ايش استقبلتي السنه الدراسيه الجديده؟ والله بدايه يعني اكيد بدايه شويه تكون صعبه، بس بعدين شويه شويه نتساهل ان شاء الله لما نتعود على الوضع. نعم اكيد، باعتبار انه هاي اول يوم عليكم او ثاني يوم عليكم. لا كم اسبوع صار لكم؟ صار لنا شي اسبوعين. اكيد يعني هسه متعلمين انتم مع الاجواء الجامعه ومتفائلين انه هاي السنه تكون سنه خير. ان شاء الله ان شاء الله تكون هاي السنه سنه احسن من ذيك السنه. ان شاء الله يا ربي. هسه تكلمي لي يعني هاي السنه تختلف عن السنوات اللي مضت، لو هاي السنه تكون احسن يعني من هذا؟ ان شاء الله هاي تكون سنه احسن، لان ذيك السنه باعتبار هاي السنه ثاني سنه للتحرير، فان شاء الله تكون افضل باعتبار التنظيم يكون اوسع، العمار افضل بلكت يا ربي تكون. ان شاء الله يا ربي. نعم نرجع على موضوع المحاضرات وتعامل الاساتذه والدكاتره معاكم. لا الحمد لله تعامل الاساتذه كلش حلو معانا، يعني متسهلين حتى معانا همين الحمد لله. الحمد لله يا ربي. نعم شوفي اكو موضوع انه الاستاذ هو نفسه يخلي الطالب او الطالب تكون متشجعه لهي الماده، تحب هاي الماده، يحببها بيها، ما يعني ما يعقدها يخليها ما تحبها وما تدرسها. ما تمام عندكم هذا الموضوع؟ اي تمام صح، اكيد اكو يعني كثيرين اكو اساتذه يحاولون انه يحببون الماده للطالب. انا متحدى لا نشوف صعوبه، مع ان هي الماده صعبه بس يسهلوا علينا يعني من خلال اكو امور او مواضيع خلينا نحببها المادة. كل استاذ يعني يكون عنده طريقته الخاصه في سبيل انه يفهم الطالب الموضوع ويوصل له معلومه صح من هاي الناحيه. اكيد انت مرحله ثالثه باعتبار انه السنه قادمه وتربين جيل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. نرجع لموضوع القسم، هذا القسم اختياركي لو اي الحمد لله من اختيار. انت تتمنين هذا القسم يعني؟ اي قسم كلش حلو، يعني هي اسمها علوم حياه يعني تخص حيوانات انسان نبات كل شيء، يعني هي اصلا علوم حياه بعد. نعم وانت ما وصلتي لهي المرحله بسهوله. اكيد طبعا. الصعوبات اللي صادفتك السنوات اللي راحت. اكيد طبعا الدراسه بعد هي سادس اعدادي وزاري والصعوبات اللي دنعاني تصحيح وخوف القبولات والكليات وهذه طبعا. اكيد. نعم اريد توصفي لي شعورك اول ما طلع القبول معك اول سنه للجامعه، شلون كان؟ اكيد فرحانه لان حصلت اللي انا اريده.
اكيد يعني بتعب، يعني كل طالب الا يتعب بانه اكيد يصل للمرحله اللي يريدها، وما كل شخص يعني يطمح لشيء يصل بساعي. اي صح اكيد، يعني الا يلاقي بها صعوبات من هاي اكيد الناحية. طبعا نعم. تكلمينا مقترحاتك لجامعه الموصل، ايش تقصد الحين؟ والله اتمنى انه اذا تشوفين هاي الخراب اتمنى تكون اكو اعمار، لان هذا اهم شيء، اهم شيء اعمار جامعه الموصل. ويعني تساهل الدكاتره يعني ويا الطلبه، لان دا يمرون بظروف. ويعني انت من وين حضرتك؟ انا من حمدانيه. من حمدانيه. نعم نحكي على هذا الموضوع، يعني اكو بعض الطالبات والطلبه يعني يلاقون صعوبات اثناء أكيد. الطريق طبعا الازدحامات. تمام ازدحامات يعني من يجي كلش صعب، يعني انا من حمدانيه لهنا ما طول شيء ربع ساعه، بس اذا نلاحظ من خلال الازدحامات يعني شيء ساعه يلا نداوم. يتاخرون عن المحاضرات اللي اكيد نتاخر. اي طبعا نتاخر عندهم. نعم انت شلون تتعاملين مع هذا الموقف، يعني باعتبار انه راح تتاخرين؟ والله انه نحاول نطلع بوقت اكثر، يعني بوقت قليل يكون، وحتى نصل بسرعه للجامعه. انت شخصيا بليش قد تطلعين حتى تصلين جامعه المصطفى الموقف؟ انا اطلع بالسبعة وربع، واصل 9 الا ربع هالشكل اصل، يعني اصل كليتي. وتلحقين على المحاضرات يعني في هذا الوقت؟ الحمد لله الاساتذه جايسالهم من هاي الناحيه، انه دائما بالدوام يعني بالبدايه يخلون الطلبه عادي نحضر المحاضرات، يقبلونا فوز، لان يعرفون صعوبات الطرق والازدحامات وهذا. الحمد لله يا رب. باعتبار انه جامعه الموصل هي واجهه لمدينه الموصل، فاكيد ان شاء الله انتم طالبات والطلبه تتساعدون في سبيل انه جامعه الموصل ترجع من جديد ان شاء الله بجهودكم الذاتيه. اخيرا تهنئه تقدميها. طبعا اهنئ طلبه المراحل الاولى، وان شاء الله يا رب كل التوفيق لكل الطلبه من جميع المراحل، واتمنى لهم كل التوفيق يا رب ان شاء الله. اهلا وسهلا بك. بالبدايه نتعرف حضرتك والقسم اللي تدرس به حاليا. انا ماجد من ناحيه ربيع، بس معلم الناس مرحله ثانيه. اهلا وسهلا بك. اهلا بك. بالبدايه تكلمنا شلون استقبلت السنه الدراسيه الجديده؟ والله هذه السنه الدراسيه حيل طيبه، يعني بدايه مع الزملاء، وطبعا تختلف عن السنه السابقه. كانت الموصل تو طالعه من وضع داعش وهذا. صحيح. ورغم هذا يعني استمرينا وداومنا رغم الاوضاع هذه. والحمد لله الاوضاع طيبه وزينه الحمد لله. نعم السنه الاولى مالتك بالدراسه ايضا بجامعه الموصل لو كانت اي وين؟ المرحله الاولى والثانيه بجامعه الموصل. نعم هاي السنه ايش تختلف عن السنه اللي مضت؟ مثل ما قلت لك المرحله الاولى السنه السابقه كانت تونا طالعين يعني من وضع من ناحيه الاعمار، يعني من ناحيه الاعمار. اي وكان يعني بنى تحتيه طايحه. اي صحيح. والاستقاموا يشتغلون يعني بالعطلة الصيفية وهذا، ومع الدوام يعني كنا السنة السابقة ذيك مداومين ويشتغلون بقسمنا. نعم. اي يعني حاليا ايضا نشوف من هذا الموضوع انه الاعمار ايضا مستمر مع تزامنا مع دوام الطلبة يعني بجامعة الموصل. مستمر يعني من العام لحد الان مستمر. واكو تجديد، واكو شفنا يعني شيء جديد وحلو. واكو جهود ذاتية للطلبة ايضا. اي طبعا. انتم متساعدين مع جامعة الموصل في سبيل انه جامعة الموصل ترجع من جديد، في سبيل انه الدوام الرسمي يرجع من جديد. اي طبعا. جامعة الموصل هي واجهة لمدينة الموصل، ولهذا طبعًا. لازم بهمتكم بهمة جامعة الموصل اكيد ان شاء الله ترجع من جديد. اي طبعا. تساعد الطلبة واحنا يعني مع الاساتذة وهذا متعاونين، والاساتذة كذلك يعني متساهلين ومتعاونين رغم هذه الظروف الصعبة، والحمد لله خصوصا المرحلة الأولى عدت بخير وزينة. والمحاضرات اللي اخذتها بهاي الفتره شلون كانت؟ حيل زين الحمد لله. طيب نعم نتكلم من ناحيه اخرى، هذا القسم انت اختاريته لو منو اختار لك هو او ما هو طلع لك؟ صراحه مو رغبتي، رغبتي شيء ثاني، لكن المعدل وكل ما انقسمت والحمد لله. اي ما قسم كان رغبتك؟ كان اريد انجليزي. واكيد يعني هذا ما طول انه ما طلع لك هذا القسم، اكو منهم يعني يرغبون هذا القسم بس لما يتعايشون مع القسم اللي طلع لهم يعني يحبوه. صحيح. هذا مو يعني اذا ما طلع لي الشيء اللي اريد هذا مو عائق انه ما استمر. انا يعني بقسم علم النفس ومع كذلك ادرس انجليزي. صحيح. على اليوتيوب وكتب، ويعني هذا مو عائق اني اتوقف. مستمر برغبتك يعني طبعًا. ما طول انه طلع لك قسم ثاني بس ظل على رغبتك اللي انت محافظ عليها. اي طبعا يعني ادرس علم نفس استفاد، وانجليزي هذا الشيء احبه رغبتي وطموحي من انا وصغير. يعني هذا الشيء حلو ما عرفته. نعم تكلمنا يعني الان ما صادفكم معوقات انتم كطلبه؟ ايه ما صادفكم معوقات اثناء الدراسه ويعني الاجواء والطرق اثناء الازدحامات بطريق حتى تصل لجامعه الموصل؟ صحيح هذه نعاني منها. اكو طلبه يعني مثلا من الايمن او أحياء بعيد عن الجامعة يتأخرون، يجون على المحاضرة متأخرين. واكو أساتذة يتساهلون، واكو لا صراحة ما يتساهلون. نعم من يعني ناحية يعني ما يتساهلون؟ ما يتساهلون يعني هو يجي المحاضرة 8:30 يجي بالتسعة يقول له متأخر وطريق. اكو أساتذة يعذرون هالشيء، واكو أساتذة لا ما يعذرون.
حسب المدرس يعني او الدكتور اللي كان يدرسكم يعني حسب الشخص يعني باعتباركم انهم ياخذون المحاضره كانه عادي يعني تمام. الطالب صادف صعوبات بالطريق خلاص يدخل على المحاضره وياخذها يسعك ويتساهلون اكل كل من طريقه التدريس ونظامه يعني بالمحاضره نعم تكلمنا مقترحاتك لجامعه الموصل والله مقترحاتي يعني اريد يعني ترجع الجامعه مثل قبل واحلى يعني اعمار وتجديد احلى يعني من قبل يعني هي قبل شلون كانت نعم يعني اكيد ان شاء الله ترجع مثل الاعلى الجامعات العراق صحيح يعني وهسه يعني مع رغم هذا يعني الدوام ومستمرين والحمد لله الحمد لله نحن نتامل بالخير ان شاء الله يا رب ترجع جامعه الموصل من جديد ان شاء الله تسلمين اخيرا تهنئه انت تقدم اريد اهني اصدقائي يعني طلاب قسم علم النفس جميعا نعم. اوجه تحياتي لهم اهلا وسهلا بك بالبدايه نتعرف حضرتك والقسم اللي تدرس به حاليا علي عبد من محافظه دياله داوم علم النفس تربيه قسمي هذا قسمي اهلا وسهلا بك بالبدايه تكلمنا اشن استقبلت السنه الدراسيه الجديده والله السنه الدراسيه ما شاء الله حلوه بلمه الطلاب يعني اصدقائك والاجواء الحلوه ما شاء الله هاي اللي هنا بالموصل يعني خاصه هسه الجو مطر يعني فشي يعني والدوام ما شاء الله بس نريد يعني دعم من الدكاتره للطلاب وهذا هو نعم تكلمنا يعني اكو بعض الطلاب يعني صادفوا معوقات بانه الاجواء ما ملائمه يعني بالطرق والازدحامات فهذا الشيء سبب عائق للطلب للطالب انه يصل على المحاضره بالوقت المناسب بالفعل هذه الاجواء هي يعني سبب عائق يعني وصول الطالب على المحاضره بالوقت نفسيته هذا لازم نطلبه احنا نطلبه من عندهم نطلبه من الدكاتره نطلبه من الدكاتره يسهلون بهذا الموقف يعني ما يصيرون يعني على قد حد لازم يقدر الوضع مال الطالب لان مو كل الطلاب سوا يجي مكانه قريب ويجي يخشمر كانما لان هسه احنا وضع يعني كاستاذ لازم يعامل الطالب كاستاذ يعني مو كطالب اعتيادي اكيد يعني هو طالب ما بيده يعني شو ما بكيفه انه هو راح يتاخر يعني طالب اكثر ما استطاعته انه راح يصل على الوقت ما هي حكمه يعني غير شيء يعني هو لمن جاي واصل متاخر انت ترجع تحاسبه فوق هذا نعم تكلمنا يعني هاي السنه ايش تختلف عن السنوات اللي مضت السنه اللي فاتت يعني شيء اكيد كانت اجمل لان اللي طالب بها هسه احنا بدايه دوام والاجمل ان شاء الله قادم احنا ما نريد نسيل السنه من البدايه نعم ان شاء الله على هالاجواء ان شاء الله نتمنى يعني الافضل وال يعني تقديم جيد يعني مستوى كافه الطلاب ما اريد نعم هذيك السنه ايضا داومت بجامعه الموصل؟ بلي هذيك السنه زين تكلمنا من ناحيه الاعمار يعني جامعه الموصل لاحظت انه اكو اختلاف للاحسن؟ طبعا اكو حركه اعمار ما شاء الله يعني ان شاء الله الله يديمها عليهم وعلى اهل المنطقه خاصه والطلاب يعني ان شاء الله على قدرون هاي المبادره مال الاعمار يعني بجواب النتيجه يعني مبدله لهم يعني العكس يعني هذا يثمر وهذا يثمر نريد هذا المطلوب من الطلبه ما اريد اكثر اكيد ان شاء الله يعني انتم متساعدين ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني موجودين مساعده بيننا وبينهم اكيد ان شاء الله يا ربي ما طول انه الدكاتره ايضا ان شاء الله يعني تساعدون حتى لو اكو يعني كم استاذ يعني الا شوي احنا هذا نرجو من الدكاتره احنا نرجو من الدكاتره فقط المساعده الطالب يعني لا حسب كانما طالب يعني اعتيادي او طالب اعدادي او متوسط لازم نخلي فاصلات للاحترام والاحترام موجود لازم يكون بين الطالب والدكتور هذا اللي يثبت هيئه الطالب نعم. هذا اللي يخلي الطالب يكون يعني متعامل مع الدكتور هذا اللي يحكم القرار بيناتهم نعم. اذا لا يوجد احترام بعامله كانما طالب اعداديه الطالب ما راح يحسن مستواه ولا حسب طالب يعني هو باقي له بالقليل ثلاث مراحل او مرحلتين يعني ايش راح يصير هذا الشيء اثر على نفسيه الطالب طبعاً. اكيد يعني من هاي الناحيه بما انه يعني اكو الاعمار يعني اكو بعض الكليات اعمار يعني ما هالقد وهذا الشيء ايضا ياثر على نفسيه الطالب فبما انه الاعمار ما موجود فلازم الدكتور او الاستاذ يكون متساهل من هاي الناحيه يعني حتى بين الطالب والدكتور ما من صفحتين يعني خلينا نقول انه ياثر على نفسيه الطالب من هذه الناحيه نعم نرجع على موضوع القسم هذا القسم من اختيارك لو ما نفس القسم طبعا هذا القسم من اختياري انا كنت في البدايه رايد انجليزي فالحظ صادف يعني بس هوايتي قسم علم النفس هوايتي يعني مو شرط يعني مجبور عليه نعم تعايشت مع هذا القسم طبعا الحمد لله يعني نعم ما شفت انه هذا القسم هو اللي لازم تختاره من البدايه طبعا هذا القسم يعني اللي يكون اختيار يعني لان احس يعني تمثيل شخصيتي نفسيتي بيه يعني اجد امور اللي عندي بداخلي القاها بالكتب نفسيتي نعم يعني اخيرا مقترحاتك لجامعه الموصل ايش تقترح لجامعه الموصل؟ والله بس العمارة والتعامل الدكاتره هذا اهم نقطتين توفير المكان وتوفير التعامل هذا اللي اسس نموذج راقي لان ما تعتمد لا على اللبس ولا تعتمد على ناقه ولا تعتمد على التسريعات تعتمد على محتواك العلمي غير هذا لا تحتوي ولا تكون تميز بين المجتمع انما الشعوب ترغب بعلمها صحيح لا ترغب بغير شيء اكيد يعني ان شاء الله تصل رسالتكم خلال قناه الموصليه في برنامج عين على جامعه ان شاء الله بتصل رسالتكم اخيرا تهنئه تقدمها لزملائك والله ان شاء الله اتقدم يعني اطلب من عندهم المبادره الافضل والنحو
ان شاء الله نص السنه القادمه ونهايه السنه ان شاء الله يعني ما اريد من عندهم غير بس الاهتمام بدراستهم، وانهم ان شاء الله بدايه هذا العام الدراسي المقبل ان شاء الله اريد التوفيق من عندهم الدائم والاصرار عليه. بداية نتعرف حضرتك والصفة. أهلا بك، أنا المهندس مصطفى غسان سيعلى، مهندس مدني في قسم العمار والمشاريع رئاسة جامعة الموصل. أهلا وسهلا بك. بالبداية تكلمنا عن العمار، يعني حاليا نحن بيا كلية، وش قد نسبة العمار كانت؟ البناية اللي قدامكم هي بناية عمادة كلية العلوم. البناية تعرضت للتخريب والحرق بسبب الأعمال الإرهابية في الفترة المؤلمة الماضية. الحقيقة التمويل من قبل منظمة اليو إن دي بي وبإشراف مباشر من وتنفيذ من قسم الإعمار والمشاريع التابع للرئاسة. نعم. من تنفيذ شركة الموعد وهي من الشركات المرموقة في العمل. نعم، بالبداية تكلمنا شلون كانت الكلية بالبداية؟ الحقيقة البناية بالبداية تعرضت لحرق كبير خصوصا بالطوابق الأرضية، شأنها في ذلك شأن كل البنايات. وباقي الطوابق يعني تخريب يعني وسط ممكن أن أقول. أشقد يعني تبلغ نسبة الضرر بها؟ نسبة الضرر 60% ممكن، 60% لأن بالطوابق الأرضية وهو الطوابق المهمة طبعا اللي عليها الاعتماد. الحقيقة فترة العمل 90 يوم مضى منا لحد الآن الشهر كامل 30 يوم. نعم. عندنا تقدم بالعمل الحمد لله. هسه نسبة العمل مالتكم أشقد تبلغ؟ تقريبا نسبة الإنجاز 40%. نعم. في حين نحن ثلث المدة مضت. والتركيز مالكم يكون الطابق الأرضي؟ الطابق الأرضي بسبب تعرضه للحرق، وطبعا بناية كانت جدا تعباني. نعم. فلهذا وفق الاستشارات الهندسية من مكتب الاستشارة الهندسي التابع للجامعة، لجنة الخبراء أوصت طلعت بتوصيات تقرير من أجل تدعيم وتسليح البناية. فأول مرحلة وأهم مرحلة هي مرحلة التدعيم والتسليح، دعمناها ومن بعدها بدت المراحل الأخرى، أعمال التسطيح، أعمال الإكساء، أعمال القشط وأي أعمال أخرى. نعم، ذكرت لي أنه نسبة الضرر تبلغ 60% وحاليا. نعم. أنتم واصلين 40%، يعني. نعم. هاي 20% يعني تكملوها بتسعين يوم أو أقل؟ تكمل إن شاء الله قبل التسعين. قبل التسعين عندنا يعني هسه إحنا عندنا موقف شهري تقريبا مضى من المدة 27%، نحن عندنا تقدم 40%. نعم. فالحمد لله تقدم بالعمل إن شاء الله، إذا ما صعدنا جدول تغييرات نخلص قبل 90 يوم. نعم، وأنتم حاليا الصعوبات اللي تصادفكم يعني؟ نعم. اللي تصادفكم صعوبات بهاي. نعم. الأوقات من ضمن الصعوبات الحمد لله حسب الشركة طبعا، هي الصعوبات اللي تواجهنا ماكو أي صعوبات، فقط الأحوال الجوية. الأحوال الجوية مرات يعني تمنعنا من أنه نشتغل خارجي، فلهذا يقتصر شغلنا على الشغل الداخلي فقط. أعمال التسطيح، أعمال اللبخ، كلها تشاهدون يعني تقل شوية على نحو مخفض. نعم، والتزامن الدوام الرسمي هذا الشيء. نعم. ما يأثر. نعم. عليكم؟ أثر علينا، لكن أكو تنسيق عالي المستوى بين الجهة الممولة اليو إن دي بي، الجهة المنفذة قسم إعمار ومشاريع، والجهة المستفيدة. أيضا جماعة متفاهمين معنا. بالبداية كنا راح نخصص لهم طابق مثلا للطابق الإداري، لأن هاي عمادة تعنى بأمور الطلاب مع الكل كلية العلوم. صحيح. فلهذا صار تنسيق بيناتهم، غشعوا مثلا من زحمة أنه يظلون بالبناية، فلقوا لهم مكان بديل، مقر بديل لفترة مؤقتة. بس لحد يعني ما تخلص المدة الزمنية مالتهم. نعم. بالبناية يرجعون عليها. يرجعون عليها، بينما بغير أقسام أو بغير بنايات بالجامعة تخشى يعني صاعدنا شوية تأخير بالعمل، أو المقاول يطلب فترة إضافية على مود التعارضة مع الدوام. بس الحمد لله هون بالعمادة ما اعترضتنا. الحمد لله، يعني نتأمل أنه تخلص إن شاء الله الأعمال البناء إن شاء الله. نحن هسه أول شيء دعمناها تدعيم قوي، وبعدها إن شاء الله راح تطلع
تطلع بأبهى حلة. نعم. وراح نستخدم بها آخر ما توصل إليه تكنولوجيا البناء الحديث من مواد جديدة وواجهة كلش حلوة إن شاء الله. نعم. في موضوع آخر، كادر العمل مالتكم ما تواجه أنه نعم. قليل أو ما يكفي حتى هاي؟ حسب فرق العمل، هي فرق العمل فرق كل نوع من أنواع الشغل بالبناية. لا الحمد لله كادر بالعكس أكثر من المتوقع. الحمد لله يا ربي، نحن نتأمل إن شاء الله. تقريبا 100 عامل عايشتغل بالبناية حاليا. الحمد لله يا ربي. أخيرا كلمة خير تقدمها من خلال قناة الموصلية. أول شيء أشكر وجودكم وزيارتكم لنا وتسليط الضوء على حملة الإعمار اللي تجري بالجامعة وبالمدينة وعلى نحو خاص بالجامعة، لأن هي أنا أعتبر جامعة الموصل هي قلب الموصل النابض اللي إذا يعني احتيا الموصل كله تشاهدين بأبهى حل إن شاء الله. أكيد تكون واجهة إن شاء الله، واجهة الموصل إن شاء الله. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين مجددا، نلتقي الآن بالأستاذ أكرم محمود حسين مساعد رئيس جامعة الموصل للشؤون الإدارية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. بالبداية تكلمنا، ما هي آخر المستجدات العملية التعليمية والإعمار داخل جامعة الموصل؟ أهلا وسهلا بكم، وأرحب بكم دائما وأبدا في رحاب جامعة الموصل. أهلا. العملية التعليمية مستمرة في جامعة الموصل، سواء ما يتعلق بقبول الطلبة في الصف الأول بموجب القبول المركزي وزعوا على كليات الجامعة كافة، وتم إنجاز ما يتعلق بإجراءات التسجيل ولجان الاستقبال، وإن شاء الله منتظموا بالدوام ابتداء من هذا اليوم حسب الكليات المؤشرة بموجب القبول المركزي. هذا ما يتعلق بالطلاب. كذلك بالنسبة للدراسات العليا انتظموا بالدوام قبل يعني مدة أطول، ولكن الصف الأول كما تعلمون يتأخر الدوام نوعا ما بسبب الانتظار لحين إعلان نتائج القبول المركزي. الإعمار مستمر، ولاحظت يمكن من خلال تجوالكم في أروقة الجامعة الإعمار مستمر، وإن شاء الله في تقدم مستمر الجامعة باستمرار. النشاطات الرياضية أيضا هناك نشاطات رياضية مستمرة، وهناك وفد أيضا من النشاطات الطلابية لجامعة الموصل سيشارك في بطولة دولية ستقام في مصر في نهاية هذا الشهر ممثلا عن جامعة الموصل. نعم. نرجع على موضوع شؤون الطلبة، يعني حاليا نعم. الطلبة حسب ما جونا في داخل جامعة الموصل من إرشادات الطلبة حول المركز الطلابي. نعم. تعليقكم على هذا الموضوع؟ موجود المركز الطلابي، ولكن حاليا هو في أحيلة في مرحلة الإعمار الإعمار المركز الطلابي، لأن هو أيضا حالة كحال أبنية الجامعة الأخرى تعرض إلى أضرار جسيمة جدا، ولكن مع هذا رئاسة جامعة الموصل وتوجيه السيد رئيس الجامعة بعدم إغلاق المركز الطلابي نهائيا للإعمار، وإنما بشكل تدريجي نوعا ما الحياة الطبيعية ما عدا ما يتأثر بطبيعة الإعمار. نعم. من ناحية الشركات اللي تقوم بإعادة إعمار المباني في جامعة الموصل، نعم. هل لديها مدة زمنية محددة؟ طبعا الإحالة لا تتم من قبل جامعة الموصل، وإنما نحن عندنا جهتين رئيسيتين اللي هي صندوق الإعمار واليو ان دي بي. الإحالة تتم من قبل هاتي الجهتين وتحدد لهم مدة، وتبقى الجامعة هي الجهة المستفيدة والمشرفة على عملهم داخل الجامعة. نعم. إن كانت هاي الشركات يعني الفترة الزمنية المحددة ما تكفي لإعادة إعمار الكلية أو المباني، أنتم إجراءات تتخذوها الشركة؟ إذا أكو ملاحظات على أداء بعض الشركات أو المقاولين نبلغ قسم الإعمار عندنا في الجامعة قسم الإعمار والمشاريع للاتصال بالمنظمتين اللي ذكرتهم قبل قليل لإعلان من في التلكؤ الحاصل من قبل الشركة أو المقابل في حالة وجود مثل هذا التلكؤ. نعم. أكيد يعني يلاحظون أكو صعوبات بما أنه الفترة الزمنية المحددة، أكو بعض الكليات 180 يوم أو 90 يوم بحسب طبيعة العمل، بحسب طبيعة كل عمل. الصعوبات اللي صادفهم فترة الدوام يعني موجود معهم فترة الدوام. نعم. هم يقومون بإعادة إعمار. نعم بلا شك يؤثر بلا شك يؤثر، ويؤثر على الجهة اللي تنفذ العمل، ويؤثر أيضا على الحركة التعليمية الطلاب، ولكن الإعمار يجب أن يستمر
هذه إن شاء الله فترة مؤقتة وستزول بانتهاء مرحلة الإعمار. نعم، مميزات الإعمار يعني اللي تكون كلية أحسن من قبل، لازم ترجع إن شاء الله متطورة أكثر إن شاء الله، ولكن فقط هنا الإعمار يعني إعادة إعمار وليس يعني عندنا الكثير من الأبنية مدمرة 100%، حاليا فقط أزيلت بانتظار توفر التمويل لإعادة إعمار، أما حاليا فقط إعادة إعمار أي إصلاح بعض الأضرار التي تعرضت لها أبنية جامعة الموصل. أكيد إن شاء الله نتأمل أن جامعة الموصل تعود من جديد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. أخيرا نصيحة قدمها للطلاب أو تهنئة بما أنه هاي السنة سنة خير إن شاء الله ووفقها الجميع إن شاء الله. إن شاء الله نستبشر خيرا في هذه السنة، خاصة هي السنة الثانية بعد تحرير المدينة، نستبشر خيرا إن شاء الله، ومرحلة الإعمار نتمنى أن تسير وفقا لما هو مخطط لها، وبعض الصعوبات التي تواجه طلبتنا الأعزاء ومنتسبنا إن شاء الله مسألة وقت وستزول كل هذه الصعوبات. ارجع سالب واحد. نحن اذا تذكرون الفانكشن الاولى ايش كانت؟ سترين يانج، ولهذا راح نقول اذا سترين يانج مال الاي اكبر من سترين يانج مال البي مباشره ايش نعمل؟ ريتيرن واحد. تعرف حضرتك الصفة. يحيى سعود الخطاب، مدرس ميكانيات قسم الحاسوب والمعلوماتية، ماجستير هندسة اتصالات وحاسوب. أهلا وسهلا بكم. بدي أتكلم عن إيش نستقبل السنة الدراسية في جامعة نينوى. طبعا إعادة الحياة إلى الجامعة وأروقتها منذ العام الدراسي 2017-2018 العام الماضي، وكملت السنة الدراسية على خير، وإعادة الإعمار التي شهدتها المحافظة بشكل عام وجامعة نينوى وجامعة الموصل بشكل خاص. استقبلنا العام الدراسي 2018-2019 بعودة جميع الطلبة إلى مقاعد الدراسة بشكل وإقبال ممتاز، الحمد لله. الحمد لله. يعني استاذ عتشوف انه هاي السنه سنه اعمار، يعني عتشوف انت تتكلم ان ايش تختلف هاي السنه عن السنوات اللي مضت؟ يعني تقريبا السنوات الماضيه مثل ما تعرفون وبعد سيطرت عصابات داعش الإرهابية على المدينة، نحن اضطرينا إلى أن نداوم في مواقع بديلة في محافظة كركوك، محافظة دهوك وقضاء زاخو، ولكن بعد العودة العام الماضي وهذه السنة شهدت إعمار كبير للكليات. كجامعتنا تحتوي على كليتين، كلية طب نينوى وكلية هندسة إلكترونيات، شهدنا إعمار للكليات كبنى تحتية، ك بناء، كمختبرات وقاعات دراسية مثل ما تلاحظون، وعادة الحياة بشكل طبيعي ومنتظم كما لو كنا قبل 2014. أكيد الحمد لله. يعني نشوف حتى سنة الإعمار عتكون جهود ذاتية من قبل الطلبة أيضا يشاركون بهاي الإعمار، خصوصا يعني يكونون أنه تختلف الأجواء عليهم، يعني لازم هاي الكليات تتعمر ترجع من جديد. هذا مصرين على هذا القرار. أكيد منذ عام 2017 وبعد التحرير مباشرة شاهدنا دوام يومي للطلاب كعمل تطوعي فولنتيرز مع الأساتذة أيضا، إضافة إلى جهود المحافظة وفريق الاستشاري الهندسي والمنظمات الدولية، فقط حتى يعودون للعمل والدوام في العام الدراسي نفسه حتى ما ضيع سنوات أخرى على بعض الطلبة. نعم أستاذ، بعيدا عن هذا الموضوع تكلمنا نبدأ بسيطة عن محاضرة اللي ألقتها الطلبة والطلبات. طبعا أنا أدرس مادة الداتا ستراكشر للصف الثاني قسم الحاسوب والمعلوماتية. كان موضوعنا هاليوم شرح عن موضوع البوينتر والسترينج وتطبيقه، وتعويض دوال السترينجز بدوال أخرى يكتبوها بنفسهم.
اكيد هم يا مرحله حاليا بهذه المرحله الثانيه. مرحله ثانيه يعني عندهم اوليات بالمرحله الاولى يعني ما يلاقون صعوبات بالمرحله الثانيه ولا اكيد يعني. مادتي من المواد اللي يدرسون اساسياتها بالمرحله الاولى باللغه بالبرمجه بلغه سي. اما المرحله الثانيه هي داتا ستراكشر باستخدام لغه سي وسي بلس بلس اللي عندهم اساسها بالمرحله الاولى. يعني ما يلاقون صعوبه بيها من هاي الناحيه؟ لا، واول اربع محاضرات بهذا العام الدراسي عملت ريكاب ومراجعة سريعة لمادة الصف الأول حتى ما تكون عندهم فتقاب أو فجوة أو نسيان، تعرفين يعني ممكن يصير نسيان خلال هاي يعني الفترة. السنة كاملة تكون فترة العطلة، فأكيد يكون مراجعة لهم للطلبة. أكيد، فعملت أول أسبوعين 8 ساعات محاضرة مراجعة لمادة المرحلة الأولى. نعم، تكلمنا طريقتك أنت في التدريس، يعني أكو بعض المدرسين أو الأساتذة يعني طريقتهم تختلف يعني حتى يحببون الطلب بهاي المادة، يعني أنت طريقتك من هاي الناحية شلون تكون؟ أنا مادتي تتكون من جزء نظري وجزء عملي. بالجزء النظري عادة أحاول أبتعد عن الداتا شو، أحاول أكتب على السبورة، أتفاعل مع الطلاب، أسئلة إجابة وأسئلة يعني في مشاركة من الطلاب أكيد، حتى أو أيضا يشاركون، ما تكون إنه مجرد إلقاء للمادة من التدريسي وإنه الطالب يبقى جامد. أكيد راح يسرح، أكيد راح فكره يروح بعيد إلى آخره، ولهذا لازم يكون انتراكتف بين الأستاذ المادة وبين الطالب، نقطة تفاهم بيناتكم أكيد إن شاء الله. أكيد، إضافة إلى أنه ما يدرس بالنظر يجون يطبقوه بالعملي حتى تترسخ المعلومة أدمغتهم. نعم، من ناحية أخرى تكلمنا يعني أنت ما أنت كأستاذ الصعوبات اللي تصادفكم يعني خلال التدريس أو هاي الأمور؟ الصعوبات صراحة قليلة، تعتمد على الطالب، التدريس يعتمد على الطالب، مثل ما أنه التدريسي لازم يوصل المادة للطالب، الطالب لازم أيضا يقرأ، يراجع كتب منهجية، يراجع كتب خارجية، حتى يوتيوبات أو كتب من الإنترنت حتى ينمي مهاراته، لأن نحن كطبيعتنا كهندسة لو نعطي 1000 مثال بالمحاضرة بالامتحان راح يكون السؤال 1001. نعم. فدائما أسئلة مبتكرة تعتمد على فهم الطالب للمادة، إضافة إلى أنه قدرته على توظيف هذه الفهم إلى حل هذا السؤال. فأكيد لازم يكون عندهم أوليات، يعني أنا أعرف بعد السنة الرابعة أكيد اللي راح يتعينون إن شاء الله، يعني إن شاء الله يربون جيل يعني من بعد هذه المراحل، فأكيد اللي يكون عندهم أوليات من هذه الناحية إن شاء الله. أكيد لازم يكون عندهم فكر هندسي ينمو معاهم خلال ال4 سنوات حتى يقدرون يفيدون الأجيال اللي أكيد بعد. أكيد حضرتكم ما تقصرون، يعني إن شاء الله إن شاء الله استطاعتكم في سبيل إنه يخلصون هذه المراحل إن شاء الله. إن شاء الله ما نقصر معاهم. إن شاء الله أمنياتك وأنتم تهني الجامعة الموصل. طبعا أحب أهني جامعتي نينوى والموصل، لأن جامعة الموصل هي الجامعة الأم اللي نحن انفصلنا منها بال2014 وصرنا جامعة جديدة ومستحدثة. ودوامنا أيضا داخل الحرم الجامعي جامعة الموصل، فأحب أشكر جامعة الموصل على كل جهودها، وأحب أشكر جامعة نينوى لإعادة الإعمار لكلياتها بأقصى سرعة الحمد لله. أخيراً كلمة أخيرة تقدمها للطلبة. طبعاً أحب أهني الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي، وأحب أشجعهم أنه ينطون ما عندهم في سبيل النجاح والتخرج وخدمة المدد. أهلاً وسهلاً بك، بدنا نتعرف حضرتك والقسم اللي تدرس به حالياً. اسمي سيف ماجد دخيل، طالب مرحلة ثانية هندسة إلكترونيات قسم حاسبات. أهلاً وسهلاً. بالبداية تكلمنا إيش نستقبل السنة الدراسية الجديدة؟ والله استقبلنا بصورة جيدة، نوعا ما واجهنا بعض الصعوبات خاصة بالبواب الجامعة شوية ازدحام عليها خاصة طرقها، بس نوعا ما يعني. أنت من الموصل يعني لا ولا من خارجة؟ لا لا من الموصل، بس يعني أي ثاني سنة هوني داومنا قبل مواقع البديلة بكركوك. نعم، أول شيء تكلمنا يعني عن موضوع الطرق، يعني أنتم ما تلاقون صعوبات بها، يعني أنه جايين على جامعة موصل وخصوصا جامعة نينوى اللي أنتم حاليا تدرسون بها. نواجه صعوبة خاصة ازدحامات، يعني كلش عن نتأخر على الدوام. فيعني مشكلة تصلون على المحاضرات متأخرين يعني؟ إيه أكيد أكيد، وخاصة هم باب الجامعة هم مرات عليها ازدحام.
وفرتكم النقل يعني لو بعد لا لا ما موجود نقل داخل الجامعة. هم أيضا كوسترات مرات إذا مثلا ندخل من غير باب شوي نتأخر على مود المسافة من كلية على كلية. هم أيضا كوسترات أكيد بالفترة الأخيرة وصلت مناشدات كثيرة على هذا حول هذا الموضوع، يعني الطلاب والطالبات يصلون متأخرين على المحاضرات، فلهذا هذا الموضوع يعني نتمنى أنه يكون له صورة حال. ايه صحيح، يعني هم اكثر من مره طرحوا هاي المشكله بس ما يعني ما وفروا الكوسترات نقل الطلاب. نتامل من هذا الموضوع يعني ان شاء الله اللي يكون له صورة حل ان شاء الله. نرجع على الموضوع الثاني، تكلمنا انه انت كنت بمواقع كركوك. كركوك نعم. تكلمنا حاليا انت بجامعه نينوى، ما يختلف عليك هذا الجو من جامعه كركوك؟ اكيد هوني فعلا طالب الجامعه يحس انه اكو دوام، انه هو طالب جامعه. نوكا يختلف، كنا نداوم يعني يومين او ثلاث ايام بالاسبوع، مسافه الطريق الوقت اكثر، محاضرات ما ناخذها بصوره متكامله او مشروحه بصوره خلينا نقول صحيحه لعدم توفر الوقت الكافي. صحيح. بس هوني من رجعنا على الموصل لا تختلف الوضعيه، دوام عادي، محاضرات ينطي الاستاذ المحاضره حقه كان عنده الوقت المتوفر. ما اختلف الجو عليكم يعني حاليا يعني مثل من جامعه الموصل خصوصا جامعه نينوى، يعني ما شفت من ناحيه الاعمار انه لازم يتوفر ليها لو ما فيها شيء؟ ما نحن ما داومنا بجامعتنا المواقع الاصلي، فداومنا جامعه الموصل فيعني ما داومنا ما نعرف المواقع مالتنا صبوا، فداومنا راسا هون. يعني راسا داومنا. نعم. تكلم لنا شلون استقبلت المحاضره اللي القاكم هي الاستاذ؟ والله يا محاضرة حلوة لأن هي محاضرة تعتمد على أفكار الطالب، هي لغة برمجية، استطيع تحولين أي شيء باقي الحياة إلى سؤال وينحل برنامج عن طريق تطبيق بالحاسب. نعم. هذا القسم كان من اختيارك لو ما طلع لك هذا القسم اللي لا 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 من اختيارك؟ نعم. اختيارك يعني كان حلمك وطموحك أنه تصل هذا القسم. الحمد لله يعني تحقق الطموحات ان شاء الله يا ربي. بعد الاربع سنوات تخلص ان شاء الله الدراسه ونفرح بكم تسعينون ان شاء الله. اخيرا تهنئه تقدمها لزملائك. طبعا انا زملائي اللي دخلوا كليه الهندسه اتمنى الموفقيه والنجاح ان شاء الله. اهلا وسهلا بك، بدي اعرف حضرتك القسم اللي تدرسين به حاليا. أنا رانيا رياض الصواف، طالبة مرحلة ثانية قسم هندسة الإلكترونيات. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً بك. بالبداية تكلمينا أشلون استقبلتي السنة الدراسية الجديدة؟ السنة الدراسية هذه يعني أحسن الحمد لله من هذيك السنة، من ناحية الدرس من ناحية الأساتذة يعني الحمد لله بشكل عام أحسن. نعم. أول موضوع نتكلم عن الدراسة، يعني حالياً إحنا موجودين عن شفنا المحاضرة اللي ألقاكم هي الأستاذ، كلمينا أنت إيش استقبلتي هاي المحاضرة؟ ما لقيت صعوبات بها إنه ما افتهمتي بعض الأمور؟ لو عندك أوليات من هذيك السنة اللي راحت؟ بلي أكيد أوليات من هذيك السنة، وأكيد هم راح نواجه صعوبات يعني لأن مادة جديدة وكل مرحلة وكل فترة راح نتعلم شغلات جديدة. تصعب عليكم المواد ها؟ تمام، هي تصعب بس ان شاء الله يعني بوجود الاساتذه ماكو شيء صعب ان شاء الله. نعم. الاستاذ معاكم يعني ذكر لنا انه هو عنده طريقه معينه حتى يشرح لكم الماده يوصل لكم هي، يعني في سبيل انه ما تتعقدوا من هذه الماده، يعني شنو هو الطريقه اللي ياخذها؟ انتم تحبون هذه الطريقه مالته؟ يشرح لنا الماده عادي وبعد كل محاضره يسالنا عن الشيء اللي درسناه بهذيك المحاضره، ويعني اذا كان درسنا نجاوب اكيد. نعم. تكلمي انه هاي السنه ايش اللي تختلف عن السنه اللي مضت من خلال الدراسه والاعمار، انت من ناحيتكم ايش تشوفون؟ هاي السنه اكو اعمار كثير ما شاء الله يعني بالموصل، بس يمكن ما يتناسب مع الدوام لانه مع وجود الطلاب مع الشغل يعني ممكن انه تكون صعبه يعني. نعم اكيد، حتى اللي يعملون بعض الكليات هم ايضا يلاقون صعوبات من هذه الناحيه انه طالبات وطلاب موجودين من نفس الوقت تزامنا مع دوام الرسمي مالتكم، فاكيد انتم كطلاب وطالبات الا تلاقون بها من هاي الصعوبات يعني. اي اكيد. نعم. تكلمنا جامعتكم ايش كانت قبل قبل الاعمار؟ قبل الاعمار احنا يمكن هون يعني حسب انا مرحله ثانيه فما اعرف انه كنا نداوم يمكن بذاك الجانب، بس هون الموقع البديل يمكن ما أي يمكن إذا تقدم تقطعوها. بس يعني هاي كليتنا وقسمنا من أول ما داومنا. نعم أكيد. تكلمينا يعني أنت هذا القسم من اختيارتي لو ما هذا القسم اللي أنت اختاريتينه؟ لا اختياري أنا بإرادتي. وشن واجهت الصعوبات من خلال الدراسة والسنوات اللي مضت بالإعدادية والبكالوريا؟ والله بكالوريا أكيد عانيت بسنوات داعش 3 سنين، بس الحمد لله يعني نجحت
صوته بالهندسه يعني الحمد لله هسه مرحله ثانيه. نعم ايش عانيتي يعني انت كنتي موجودين خلال موجودين ما طلعنا للمحافظة الموصل يعني انت مش عانيت خلال الدراسه يعني اكيد بالسادس يعني باعتبار انه بكالوريا وزاري يعني ايش عانيتي انت كطالبه؟ عانيت انه المدرسات كانوا ينتقلون بين يعني بين المدارس لانه بعد التحرير هذا الحكي طبعا لانه المناطق يعني بعد ما تحررت انه المدرسه ما ظلت يعني نفس المدرسه ولا المدرسات نفسهم فصار انتقال كثير والاساتذات ممكن الاستاذات ممكن انه يعني ما يشرحون مليح او يشرحون مليح يعني فصار هذا الشيء اثر عليكم يعني انتم بالكم انكم مدرسه درسكم هذه الماده يعني صار اختلاف عليكم انه تغير صار تغيير بالماده وطريقه الشرح تختلف تمام. الحمد لله يعني هاي السنوات اللي مضت الحمد لله يعني حاليا ان شاء الله يا رب نفرح بتعيينكم ان شاء الله يا رب تخلصون هذه السنوات ان شاء الله. اخيرا تهنئه زملائك. احب اهني زملائي اللي نجحوا معي واللي ما نجحوا ان شاء الله يعني سنه خير هي تكون علينا يا ربي جميعا. بعد أن تجولنا في داخل جامعة الموصل ونقلنا لكم آخر الأخبار والمستجدات داخل الحرم الجامعي وطلعنا إلى مقترحات ومطالبات الطلبة، إلى هنا تكون قد انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج عين على الجامعة، على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.